صباح الخير عليك يا شاذلي، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. ومن حوالي 10 ايام كان ختام منتدى شباب العالم في نسخته الرابعه في شرم الشيخ، والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعلن 8 تكليفات في الحفل الختامي للمنتدى. ولانه الجمهوريه الجديده بتشتغل على كل الملفات بالتوازي وما عندهاش وقت تضيعه، على طول تم البدء في اجراءات فعليه لتنفيذ هذه التكليفات على ارض الواقع. امبارح شفنا وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج أعلنت عن مبادرة اسمها شباب رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة. المبادرة دي عبارة عن إيه؟ المبادرة دي بتعتبر هي أول تجمع لرواد الأعمال المصريين الشباب في الداخل والخارج، وكمان للشباب الأفريقي. وده بالتأكيد هيتيح فرصة كبيرة للشباب علشان يستفيدوا من خبرات بعض ويسمعوا أكتر عن القصص الناجحة الملهمة للشباب من الخارج والتجارب الشخصية اللي عدوا بيها، وخصوصا رواد الأعمال. ده غير أنه كمان هيكون في ربط مع العلماء والخبراء المصريين في الخارج، وبطبيعة الحال هيكون ده ليه انعكاسات على مشاريع الشباب وعلى أفكارهم اللي جاية وعلى الصناعة والاستثمار في عدد كبير من القطاعات. بدون شك هذه المبادرة هتكون تجمع قوي قادر على أنه يستفيد من الخبرات المشتركة للشباب ورواد الأعمال، وكمان هيفتح بيبان وطاقات نور لمشروعات كتيرة وأفكار أكتر موجودة عند الشباب، بالتأكيد هتعود بالخير على بلدنا وعلى كل أفريقيا. بكل تأكيد يا هدير، مبادرة مهمة. وخلونا نرجع لمخرجات منتديات الشباب من أول 2017 لحد طبعا بنتكلم دلوقتي في 2022، لكن من 2017 تم تكليف مجلس الوزراء بالتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. في نسخة 2018 تم إطلاق منطقة ريادة الأعمال أو ستارت أب فين. بعد كده من مخرجات برضو والتوصيات اللي كانت في 2018 إنشاء صندوق عربي أفريقي لدعم ريادة الأعمال. في 2019 أيضا كان كبار المستثمرين كانوا موجودين وكانوا قاعدين مع الشباب بيدعموهم وبيشوفوا النماذج اللي هم طبقوها بالفعل، وبيكون في تبادل للخبرات. المستثمرين الكبار ورجال الأعمال اللي كانوا موجودين كانوا بيتفقدوا منطقة ريادة الأعمال، والرئيس بنفسه تفقد هذه المنطقة واتكلم كمان مع الشباب عشان نشوف بيفكروا بإيه. ريادة الأعمال هي الباب الكبير اللي بتنطلق منه كل هذه الأفكار المبدعة والمشروعات غير التقليدية، وبتكون هي العامل الأساسي كمان في نمو العديد من القطاعات في مجال الصناعة. وعايز أقول لحضراتكم أنه المبادرة دي هتعمل حاجة مهمة جدا، وهي قاعدة بيانات، قاعدة بيانات لرواد الأعمال الواعدين من المصريين حول العالم. هتضم طبعا معاها الشباب الافريقي كمان، وده هيكون ليه اكتر من استفاده. اولا انت بتشجع الشباب على الشغل، العمل، الانتاج، تبادل الخبرات، مشاركه التجارب كمان المختلفه، بالاضافه ان المبادره دي بتمثل تقارب مصري افريقي مهم جدا بين الشباب، وبتتماشى كمان مع توجهات الدوله المصريه بقياده السيد الرئيس، اللي دايما الحقيقه بيكون حريص على تنميه القاره السمراء وانها توصل لمرحلة النهوض في مختلف القطاعات، وكمان تعزيز فرص الاستثمار في أسواق أفريقيا. وهي دي ثوابت الدولة المصرية، لزي ما بتفكر في مستقبلها ومستقبل شبابها بتفكر كمان في النهوض بالقارة السمراء من خلال شباب أفريقي عنده القدرة على استغلال موارد القارة لصالح شعبها. حابين نبدأ مع حضراتكم بهذا الخبر المهم وهذه المبادرة المهمة جدا. بنصبح على حضراتكم مرة تانية وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر.